وسهلا. صباح الخير. يا اهلا وسهلا. تفضلت. اكيد سمعتني وانا عم بحكي لهم عن قصه حياتي مع ماده المحاسبه. اكيد المحاسبه علم كبير وبتخش في مجال اعمال، في كل مجالات الاعمال سواء اعمال ربحيه او غير ربحيه لازم تكون فيها محاسبه. دايما بيبداوا يا امجد يحكوا عن المحاسبه. اكيد منا، ولكن في شغله غير المحاسبه، في حدا وظيفته اسمه مدقق حسابات. مدقق الحسابات هي يعني اكيد له يعني كثير من الوظائف اللي يقوم فيها من المهمات اللي اسمه، ولكن خلينا ندخل معك استاذي الكريم مع علم المحاسبه وتعريف المحاسبه شو هو. يعني خلينا نعرف تعريفه هذا الكيان. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هو علم بيختص بالتحديد وتسجيل وتنظيم وتلخيص وتحليل وتوصيل المعلومات الماليه، العمليات الماليه لمستخدميها سواء داخل المؤسسه او خارجها. يعني هو بتقدم للاداره طبعا، بس المعلومات دي بتستخدمها مستخدمين داخليين اللي هم الاداره، وبيستخدمها برضو مستخدمين خارج الاداره. ظريف الموضوع، بس إذا كنت بتسمعنا قبل ما حضرتك تشرفنا كنا بنتكلم إن الإنسان العادي مش شرط يكون محاسب أو خريج تجارة ومدرس محاسبة، قد إيه مهم إنه لازم يكون عنده حتى ولو معلومات بسيطة في حياته عن علم المحاسبة يقدر يستخدمها في حياته الشخصية. هو أكيد طبعاً يعني مش لازم يكون متخصص في المحاسبة، هو يكون عنده على الأقل يقدر يقرأ الأرقام دي أو يعرف يفسر الأرقام. يعني لما يشوف قدامه قائمة مالية، قوائم مالية، تقارير محاسبية بتسمى قوائم مالية. القوائم المالية ديت فيها أنواع طبعاً، وكل قائمة ليها وظيفة وتعطي معلومات معينة، فيكون عنده بس قدرة ان هو يقرأ ايه الارقام اللي بتقول ايه الارقام ديت. فبتحتاج بس بعض الثقافة العامة البسيطة، يعني ان هو يعرف يعني ايه اصول، يعني ايه التزامات، يعني ايه حقوق ملكية، يعني ايه ايرادات، يعني ايه مصروفات. فمش يعني ثقافة وشيء محب، يعني شيء مش صعب، يعني هو بس هو شوية دقيق، شوية مرتبط بالارقام. يعني بس تعرف استاذ محمد، يعني المحاسبة هي جزء أو خلينا نقول قسم كتير حساس بأي شركة. إحنا بنعرف إنه هو اللي بيكون المحاسب هو الشخص اللي ماسك كل حسابات ودخل وإيرادات الشركة وكل هاي القصص. فإذا ما كان بيتحلى المحاسب بأخلاق عالية لحتى إنه يقدر يحافظ على هذا الشيء، من دون إحنا كتير بنعرف إنه في قصص اختلاسات بتصير دائما من قبل الناس المحاسبين أو اللي قائمين على هذا الشيء. كيف فيه أو مش خلينا نقول كيف فيه، شو هي المبادئ اللي لازم يتحلى فيها المحاسب في كل شركة؟ هو أول حاجة هو المحاسب حيتحاسب، مهمة حساسة جدا. مهمة حساسة جدا. يعني مثلا لما بكون مثلا دكتور ويكون مثلا أداؤه مش ممتاز، بقول دكتور ضعيف أو دكتور سيء، لكن شوية المحاسب مهنته مرتبطة بالفلوس بالمادة، فيعني مش بيقولوا محاسب فاشل، هو بيقولوا يا اما مختلس او تحول لجريمه. فمن هنا بتيجي الحساسيه بتاعتها. طبعا بيبقى في قواعد بتحطها الاداره، طبعا لازم يكون في قواعد بتحكم عمل المحاسب داخليه طبعا، وفي طبعا يعني اسكس، اولا بتحدد بالافصاح بالامانه، لكن في قواعد محاسبيه بتظبط عمل المحاسب. يعني من كلامك انت تقول ان يمكن قسم الحسابات يكون جدا مهم كبزنس مثلا، كراس مال للعمل، او انك تحدد راس المال الانتاجيه للمشروع ينجح ولا لا. بس لو نرجع نفكر في الموضوع، يمكن احنا كنا درسنا الرياضيات في المدرسه ودرسنا معادلات، هل احنا نستعمل هذه صدق المعادلات في حياتنا او بالعمل نفسه ولا شيء اختلف تماما عن الدراسه؟ هي نفس الشيء، المحاسبه فيها معادله واحده، يعني هي معادله، المعادله ديت بتكون عليها كل يعني الحسابات، كل شغل الحسابات اللي هي الاصول بتساوي الالتزامات وحقوق الملكيه. ايه هي الاصول؟ هي كل ما تملكه الشركه، اللي هي كل ما تملك الشركة، يعني الكاميرات، الإضاءة، الحاجات دي كلها أصول، الأساس كل أصول الشركة تمام. والالتزامات اللي هي هل الأصول دي تم الحصول عليها عن طريق قروض أو دفع آجل، فهذه بتبقى التزامات، أو عن طريق استثمار من صاحب المؤسسة أو فبيبقى رأس مال. فهي المعادلة دي، الأصول بتساوي الالتزامات وحقوقهم. طالما عرفت المعادلة دي بتندرج تحتها كل شغل الحسابي. صحيح. يعني بعتقد أستاذ محمد أنه أحيانا في بعض الناس بينظر
الحساب بحياته الشخصية، إنه والله لا أنا مش هصير محاسب وقاعد في مثلاً مثل الكشك وفوقي كاميرا، ولا في رفض أحياناً للإنسان اللي مثلاً بده يكون حسيب، نحن بنحكي إنسان حسيب، ولكن فعلياً العمليات الحسابية مهمة. يعني هي بالأول والأخير المحاسب كشعور يمكن بيشعر فيها كرياضة ذهنية، لكن نحن ليه أخذنا الباكراوند السيء أحياناً إنه الحسابات تعب وقلق وهتلبس نظارة وهيك، ليش؟ لا هو في الحياة الطبيعية الإنسان بيشتغل محاسب من غير القواعد المحاسبية. يعني أنت دائماً بتشتغل أول الشهر بتعمل ميزانية الشهر، صح. أو هتصرف إيه في الشهر والفلوس هتيجي قد إيه، فدي نوع من المحاسبة برضو، يعني أنت بتحط نفسك. والإنسان اللي هو يعني الذكي انه لازم يعمل حساباته ان هو مصروفاته بتكون اقل من ايراداته، يكون في جزء للتوفير يعني. صح، بس الجدير بالذكر كمان انه تدخل التكنولوجيا بشكل كبير جدا في علم المحاسبه بالذات، اصبح انه في برامج خاصه دلوقتي بيستخدموها بتسهل عليهم العمليات الحسابيه، بتسهل عليهم التنظيم. يعني شفنا انه ما يقدرش المحاسب انه يستغنى عن الكمبيوتر او حتى مش بس الكمبيوتر، الاله حاسبه ده اتليست يعني اقل حاجه ممكن يستخدمها. ايه البرامج الجديده استاذ محمد اللي موجوده دلوقتي بتخدم علم المحاسبه بشكل عام؟ هو طبعا زي ما حضرتك قلت بتسهل عمل المحاسب، يعني البرامج والتكنولوجيا ما بتغنيش العنصر البشري طبعا، يعني تمام، هي بتسهل عمله، فيعني بتسهل وتاثر وقته والمدى اللي هو بيقدر يطلع بيه التقارير، لان دلوقتي زي ما انت عارفه ان عصر سرعه، والتقارير بتحتاج تقارير، خصوصا التقارير الاداريه، يعني التقارير الماليه بيبقى لها توقيتات متعارف عليها، يعني فتره زمنيه وبتطلع التقارير السنويه بتاعتها، اما التقارير الاداريه فبتحتاجها في اي وقت، وسرعه اتخاذ القرار بتبقى سريعه جدا. فالبرامج المحاسبيه سهلت العمل عمل المحاسب، لكن لا غنى طبعا عن العمل المحاسب. طبعا انا مش حابب اقول اسامي برامج يعني عشان ما يبقاش نحقق اعلاميه، لكن في برامج باسعار رخيصه جدا بتبدا من 1000 درهم لحد مئات الالوف يعني. طب حلو، انا من الصبح كانت عم تقنعني يا جماعه انه انا افتح مشروع، بس اذا انا فتحت مشروع صغير هل لازم يكون عندي شخص مسؤول عن المحاسبه، ولا فيني انا ابلش حبه حبه ويكون عندي الاساسيات لحتى اقدر ادير هذا المشروع الصغير؟ يعني هو مش لازم يكون، يعني لما يكون مشروع صغير مش لازم هيكون محاسب، بس على الاقل يكون كبار تايم او استشاري، لان في بعض الاشياء اللي انت ممكن ما تاخديش بالك منها لكن بتاثر على المشروع من اوله، يعني المصروفات وكل حصر كامل لجميع المصروفات، دراسه الجدوى، بدايه المشروع، هل المشروع ده هيحقق ايرادات او مش هيحقق ايرادات. لا كمان في اقسام خاصه على ما اعتقد هي اللي بتدرس الموضوع وبعدين بترجعوا لصاحب المشروع لحتى يعرف انه هل هذا الشيء مجدي مربح، مظبوط هذا الحكي؟ اكيد في مكاتب متخصصه في دراسات الجدوى طبعا، بس انا بتكلم لو هي بتكلم عن مشروع صغير فهي ممكن تستعين يعني بمحاسب او شيء يعني يرجع لها التخطيط كاستشاري كشخص عارفين. هم هي دعاء بتحكي عن المشاريع وبتحكي عن انت ليش خايف الحين من هل هتربحي ولا لا؟ لاني انا اعتقد انه في مشكله، لاني انا بصرف كثير وما بنتبه على عيني وراسي، لهيك بدي محاسبه. هذا التخوف كثير من الناس يعني بيحصل، خاصه المهند لما يجي مثلا نقول والله في اثنين فتحوا مشروع بس هم صرفوا على المشروع صرف كثير كبير، بس مش عارفين يحسبوا كميه الصرف اوكي على كميه المنتوج او المحصول او الناتج اللي طالع، او هل هم بالنطاق السليم ولا هم الربح هذا يعتبر ربح مش منصف نوعا ما. استاذ محمد هو زي ما قلت حضرتك هو دور المحاسب يعني مش بس داتا انتري او بيدخل بيانات على البرنامج بتاعه، هو دوره كمان تحليل المصروفات وتحليل الايرادات ويشوف ايه الايرادات ديت جايه منين بالظبط ويقدر يعظمها ازاي، وايه المصروفات دي انصرفت فين وازاي يقدر يقللها او يعمل على الاستفاده منها بالشكل الامثل. يعني المحاسب هو بيساعد متخذ القرار، هو المحاسب مش شخص صاحب قرار عشان نبقى عارفين، بس هو شغلته مستشار، شغلته مساعد او مساند للمتخذ القرار. بس على فكره استاذ محمد اول واحد بيفنش المحاسب اول واحد، انا ابشرك بالخير، اول واحد بيفنش المحاسب مسكين بيكون غلط برقم على طول. بس الواحد اذا اخذ محاسب ياخذ في شروط معينه حق المحاسب، مثلا انا عندي شركه واخذ محاسب عندي، هل انا امشي على الاكسبيرينس اللي هو شغل اشتغل فيه او شهاده؟ هو اول حاجه لازم يكون دارس،
تمام. تاني شيء هو طبعا المحاسبه علم كبير زي ما قلت حضرتك، وكل ما يكبر الهيكل بتاع الشركه او حجم الشركه بيحتاج بتخصص المحاسب في جزئيه من الاشياء. يعني مثلا ممكن لما الشركه تكبر ممكن تلاقي محاسب خاص بالايرادات اللي هو بيتابع حسابات العملاء، الفلوس المتاخرات هكذا، وممكن يتحول الشخص اللي هو مخصص بالايرادات ده لقسم كامل متخصص بالايرادات حسابات العملاء وحسابات الموردين اللي هو المدفوعات. يعني حسب كل ما بيكبر حجم الشركه كل ما بيزيد الاستراكشر. محمد عايز ادخل معاك شويه في الجانب النفسي، بما انك انت بقالك كتير محاسب يعني سنوات طويله، قصدي في جانب اتباع الشغف، يعني يا ترى هي زيها زي احنا مثلا كمذيعين عندنا شغف، احنا بنحب المهنه دي جدا وبنيجي وبنستمتع فيها اكتر ما هي شغلانه بالبلدي، المحاسب كمان بيجي له نفس الشعور؟ والله هو المحاسب هتكلم معاك بمنتهى البساطه، هو المحاسب لما بيكون في نظام وسياسات للمؤسسه اللي هو شغال فيها بتسمح له بتبين حقوقه والتزاماته بيحس بالشغف ده. لكن لما بيكون شويه يعني زي ما قلت حضرتك هو عنصر مساند زي الخدمات الاداريه وزي زي شؤون العاملين، فاحيانا بعض الجهات اللي هي زي المبيعات او التسويق بتضغى عليه. لو ما بيكون السياسات بتاعت الشركه ومصلحه الشركه بتكون حاطه فواصل وحاطه سياسات تظبط العلاقه بينهم بيحس باستمتاع في العمل وبيأدي دوره بشكل مميز. اما لما بيكون الشركه ما فيهاش سياسات بتظبط العلاقه ما بين المحاسبين والاقسام الثانيه فبتبقى حياته صعبه جدا. طب مش شوي قلت انه بيكون له مثل حقوق وواجبات، بدنا نعرف شو هي حقوق المحاسب شو هي واجباته فعلا؟ لا حقوق في الشركه ان هو يعني مثلا بيحط سياسات، لا لا مش الموضوع بونص، يعني لما بيطلب منه تقارير بيبقى فيه سياسات بيطلع التقرير خلال وقت معين. بيسمح له باشياء تطلب معلومات معينه فتجي له في نفس الوقت فيقدر يشتغل عليها. لما ما بتكونش السياسات دي محطوطه واضحه وصارمه للجميع، يعني انا دلوقتي بطلع تقرير كل 48 ساعه فما تجيش تجي لي بعد 10 ساعات يعني خلال يومين، تجي لي بعد ساعه وتقول لي عايز التقرير، فاكيد الشغل هيبقى صعب وتطلع الدقه بتاعته بتاثر على ادائه وبيرجع في الاخر هو اللي بتحاسب ان هو تقريره مش سليم. فهي دي المحاسب بيتحاسب بس على قدر المسؤوليه الكبيره اللي على عاتق المحاسبين. يعني احنا بنوجه تحيه لكل يعني شخص بيمتهن مهنه المحاسبه. انا لفت انتباهي يعني استاذ محمد عن قصه اللي ثلاث نقاط بالاخطاء لمحاسب الصندوق، يعني اذا كان في خلل او نقص بالصندوق اوكي اول مره انذار اول، ثاني مره انذار ثاني، ثالث مره انذار ثالث، اي بمعنى ثلاث نقاط سوداء وبتم رفض الموظف من العمل يعني للاسف ويعني جل من لا يخطو يعني. فلو تسمح لي كيف بتعاملوا هاي الأخطاء المعايير او هاي الاسس اللي حاطينكم اياها؟ هو زي ما قلت حضرتك هو موظف الصندوق بيبقى مسؤوليته تامه عن الصندوق، يعني اي نقص او اي شيء بيبقى هو مسؤول عنه، بس هو في نفس الوقت هو ليه حقوق ليه سلطات ان هو ما بيصرفش شيء غير بمستند غير بدليل. يعني المحاسبه ماده المستند زي القضاء، بالعكس في القضاء في شهود، المحاسبه ما فيش حاجه اسمها شهود، يعني مستنداتك هي اللي بتتكلم فقط. يعني فهو برضو عنده سلطات، يعني عنده قدرات ان هو ما بيصرفش شيء غير بمستند، فده حمايه ليه، يعني ان هو يسيطر على الصندوق بتاعه ان هو بيصرف فقط بمستندات. صحيح. محمد احنا مش هنخسر بعض عشان المحاسبه، ما فيش ما بين الاصدقاء حساب يا جماعه، بس برضو لازم نستغل وجودك وناخدك تروح بقى تشوف الملفات بتاعتنا وتعمل لنا كده دراسه على الملفات. هنطلع بريك وبنرجع تاني. شكرا. يلا.